السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان الوحشي على قطاع غزة. نناقش أيضا اليوم استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وحديث عن صفقة لتبادل المحتجزين في ظل تأزم وضع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. سيكون معنا خلال هذه التغطية عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، وعبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وستنضم إلينا لاحقا من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. نعود إلى ضيوفنا ومشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة، نتناول فيها تطورات الأحداث المستمرة في قطاع غزة والعدوان الوحشي على أهالي سكان غزة وأيضا في الضفة الغربية ومدن المدن الفلسطينية المختلفة. أبدأ معكم دكتور محمود الشجراوي. في اليوم 15 بعد المئة للعدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال أنه يرتكب العديد من المجازر. ارتكب 19 مجزرة جديدة أسفرت عن مقتل 165 مدنيا وإصابة 290. دكتور محمود، هل هذه المجازر وهذه الأفعال التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي هو رد على محكمة العدل الدولية برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. يعني هو بداية أخي الكريم، هذه المجازر كانت قبل محكمة العدل الدولية ومستمرة بعد محكمة العدل الدولية، وهذا يعني أن حكومة الاحتلال لا تقيم وزنا لأي شريعة من شرائع هذا الكون، وليس لديها أي قيمة لا لمحكمة العدل الدولية ولا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن، وهي الدولة التي لم يسبق أن نفذت أي قرار من قرارات مجلس الأمن، محمية بالفيتو الأمريكي، محمية بالفيتو البريطاني بشكل دائم، وواضح أنها لا تقيم وزنا لأي من الشرائع والأعراف الدولية. ولذلك هي بدأت هذه المجازر قبل المحكمة، واستمرارها بعد هذه المحكمة دليل غطرسة وتكبر وعجرفة، وأنها أبدا لن ترعوي إلا إذا يعني عوملت بالمعاملة التي يعاملها أبطالنا في داخل غزة، وما أكل بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. يا واضح أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، أما لغة السلام ولا لغة القرارات الدولية والشكاوى في المحاكم، واضح أنه لا يرعوي ولا يقيم لها وزنا إطلاقا. محكمة العدل الدولية دكتور محمود، هل ستؤتي ثمارها؟ هل تعتقد ذلك؟ واضح طبعا، أنا أقول نعم، أنا أقول قد تؤتي ثمارها نعم، ويكفي أنها للمرة الأولى التي توضع فيها دولة الاحتلال في خانة المتهم، ولكن هذه المحكمة حتى الخبراء والقانونيون يقولون أن هذه المحكمة قد تستمر 3 سنوات أو 4 سنوات، فثمرت هذه المحكمة لن تكون لا عاجلة ولا آنية، والوضع الآن في قطاع غزة يحتاج تصرف عاجل وآني يرفع الظلم والمجازر والقتل والتجويع عن أهلنا في قطاع غزة. يعني أهلنا في قطاع غزة الآن لا يحتاجون محكمة العدل الدولية، ولكنهم يحتاجون من يلزم الاحتلال على الأقل بإيقاف هذه الحرب وإدخال المساعدات المتكدسة على معبر رفح التي يمنعها النظام المصري الشريك في تجويع شعبنا الفلسطيني. أستاذ فراس، أجدد الترحيب بكم. طائرات الاحتلال شنت أحزمة نارية على غربي قطاع غزة، ولكن إلى أي مدى يمكن أن نربط عودة الأحزمة النارية وتدمير قطاع غزة بالكامل مع اجتماع من يوصفون بأباطرة الاستيطان أمس، وبالتالي هم يتحدثون عن غزة ما بعد الحرب بدون الفلسطينيين؟ يعني أولا، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو مستمر منذ أن بدأ في 8 أكتوبر وحتى اليوم، وحتى ما قبل 7 أكتوبر، حيث الحصار على قطاع غزة والهجوم الاستيطاني الشرس في داخل الضفة الغربية والقدس. وبالتالي
ما تم في 7 أكتوبر وطوفان الأقصى هو رد حقيقي على مجازر الاحتلال وعلى ما يقوم به الاحتلال منذ 75 عاما بهذا الخصوص. الآن يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض مقاربات أمنية جديدة في داخل الضفة الغربية وداخل قطاع غزة وحتى في الجنوب اللبناني، وبالتالي عندما يقوم بهذه الأحزمة النارية هو يحاول جهده باتجاه القضاء على المقاومة وبالتالي القضاء على حاضنة المقاومة من المدنيين عبر هذا الاستهداف المباشر وعبر هذه الإبادة المستمرة والتي تؤكد يوما بعد يوم أن فعلا كما قال الدكتور محمود هذه دولة ماركة لا تعير وزنا ولا اهتماما لكل الشرائع لا الدولية ولا الدينية ولا الأخلاقية ولا القيمية، لأنها مدعومة من الغرب الإمبريالي الأمريكي والبريطاني ومن أوروبا المنافقة. ما يحدث اليوم في قطاع غزة يؤكد أن هناك مقاومة شرسة وأن المقاومة تواجه هذا الاحتلال بشكل مقتدر وتوقع به الخسائر، لذلك تستعصي عليه غزة وتستعصي عليه خان يونس، والآن يحاول أن يعيد احتلاله لمنطقة جباليا والشجاعية ومدينة غزة بعد أن انسحب منها مدحورا، والمقاومة تعيد ترتيب أوراقها ونفسها في منطقة شمال وشرق قطاع غزة، لدرجة أن الكثير من المحللين الإسرائيليين يستغربوا كيف تعود حكومة حماس كما هم يسمونها لتسيطر من جديد على شمال وشرق قطاع غزة بعد هذه الإبادة والتدمير الكامل في تلك المنطقة. لذلك الأحزمة النارية والقصف المستمر هذا يشير إلى شراسة الدفاع عن قطاع غزة وعن مدن ومخيمات غزة، على شراسة المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال. لذلك هو يقوم بدل استهداف العسكريين والمسلحين يقوم باستهداف البنية التحتية والسكنية والمدنيين في داخل قطاع غزة، ونرى الآن قطاع غزة مدمرا ويحاول وفق عقليته المجرمة أن يحول هذا القطاع، وهو حوله إلى منطقة غير قابلة للعيش تحت عنوان التهجير القسري والتهجير الطوعي. ما يقومون به الآن في منطقة خان يونس هو المقدمة، هو باتجاه الذهاب ما بعدها إلى رفح يعني، وهذا ما أعلن عنه بالأمس جانس عندما قال عندما ننتهي من خان يونس فنحن ذاهبون إلى رفح ولن يكون هناك حل لمعضلة غزة إلا بسيطرتنا على الحدود بين مصر وبين قطاع غزة، وبالتالي هم يخططون لاحتلال معبر رفح ويريدون تحويل معبر كرم أبو سالم إلى معبر لخروج الأفراد من داخل قطاع غزة. حتى الآن هناك مقاومة شرسة مستمرة والاحتلال لا يستطيع تحقيق أهدافه في داخل القطاع، ولكن هناك معاناة حقيقية من تجويع ومن برد ومن جوع وعطش وقلة دواء فيها. هذا ما يتحمل مسؤوليته النظام العربي الرسمي برمته والمؤتمر العربي الإسلامي، كل الدول العربية والإسلامية 57 تتحمل مسؤولية كاملة لما يحدث في داخل قطاع غزة. دكتور محمود، عطفا على ما تفضل به الأستاذ فراس، لو نفتح نافذة المقاومة الفلسطينية من جانبها شنت هجمات أوقعت العديد من ضباط وجنود الاحتلال مع آلياتهم، ولكن بقاء المقاومة بهذه القوة بعد 115 يوم كيف يؤثر ذلك على الشارع في الكيان المحتل؟ أخي واضح من فضل الله عز وجل علينا أن المقاومة ما زالت بخير، وكونها تستطيع ما زالت حتى الآن أن تطلق رشقات صواريخ أو تستهدف دبابات الاحتلال وجرافاته وناقلات جنده بقذائف الياسين ولا بقذائف الار بي جي ولا بالقذائف اللاصقة التي يتم وضعها على دبابة من المسافة صفر، واضح أن المقاومة بفضل الله عز وجل ما زالت وتوفيقه ما زالت بخير، وهذا يعني فشل الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها نتنياهو من اليوم الأول لهذه المعركة. يعني بعد نحن نتكلم الآن عن قريب 4 أشهر 3 أشهر ونصف وزيادة، ونتنياهو حتى الآن لم يستطع لا أن يهجر الحاضنة الشعبية، الشعب الفلسطيني ما زال صابرا صامدا
يعني صابرا صبر يعني يعجز الوصف عنه. وأنا أعرف الظروف الصعبة جدا التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، ولم ينجح في تفكيك حماس، ولم ينجح في إيقاف الهجمات، ولم ينجح في الموقف في إيقاف المقاومة. بل وأنا أزيدك من الشعر بيتا، لعل المقاومة أثناء هذه الأيام أيضا أضافت إلى العدد الكبير من أسرى الاحتلال، اللي كان الاحتلال يعلن أنهم 130 أسير، لعله في هذه الأيام إضافة إلى قتل الضباط والجنود، لعلهم أضافوا مجموعة أسرى جدد من المقاتلين، بعضهم إسرائيليين وبعضهم من المرتزقة، بريطانيين ولا فرنسيين وإسبان وأمريكان، لعلهم الآن مضافين إلى قائمة الأسرى التي ستطالب بها الدول حين تقبل المقاومة أن يعني تجلس على طاولة المفاوضات بعد إنهاء هذا العدوان والتعهد برفع الحصار عن قطاع غزة. إذن دكتور فراس، كما تفضلتم في بداية حديثكم أن هناك معركة شرسة من جانب المقاومة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن نحو 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة. إذا كان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مصرا على تدمير البنية التحتية للمقاومة، كم يأخذ من الوقت للوصول إلى هدفه وبالتالي إطلاق سراح المحتجزين برأيكم؟ يعني أولا، إطلاق سراح المحتجزين هذا غير وارد أن يتم إلا عبر تبادل للأسرى، لأن الحديث عن إطلاق سراح المحتجزين من قبل الطرف الإسرائيلي وعبر الضغط العسكري يعني يريد أن يعيدهم أمواتا وليس أحياء إذا وجدهم، يعني بعد في أثناء المعركة. ولكن إسرائيل تعلم جيدا أنها إذا أرادت تحقيق الأهداف التي يعلن عنها نتنياهو ومجلس حربه، وهي أهداف غير واقعية، هي بمثابة الأمنيات، فتدمير حماس والقضاء على حماس هي أمنية، وتدمير المقاومة والقضاء على المقاومة هو نوع من الخيال. لذلك على إسرائيل أن تعي جيدا أنه دون مقاربات سياسية ودون صفقة ووقف إطلاق للنار وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة لن تحصل على أي أسير بالمطلق حيا، وهذا ما وعدت به المقاومة وهذا ما تصرح به المقاومة دائما وتحدث عنه. بالأمس جانس في لقائه مع سكان الجنوب تحدث عن 9 أشهر بل عن سنة، بل وصل ليقول عقدا أو جيلا، يعني هم يتحدثون وكأن الحرب بلا نهاية وأن زمن الحرب مستمر. لماذا يقولون ذلك؟ يقولون ذلك لأن هناك خلافات حول مفهوم الأولويات في الداخل الإسرائيلي. جانس وإيزنكوت وزعر والبعض الآخر يطالبون بالذهاب لتبادل للأسرى ووقف إطلاق نار مؤقت وليس دائم، بحيث يؤدي ذلك إلى الإفراج عن الأسرى الموجودين ثم استمرارية القتال في داخل قطاع غزة. عفوا، في حين نتنياهو تفضل، نتنياهو ومن معه من أعضاء الائتلاف سموتريتش وبن غفير يعون جيدا أن وقف إطلاق نوير طويل قد يؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل، وسيكون هناك صعوبة في استئناف القتال بعد شهرين. لذلك هناك مروحات حتى الآن بهذه المسألة، وأعتقد أنا شخصيا أن نتنياهو لن يذهب إلى وقف لإطلاق النار، لأن هذه الحرب تحدد مصيره الشخصي ومصيره السياسي بهذا الخصوص. ورأينا بالأمس مؤتمر بن غفير في القدس الذي كان شعاره الترانسفير هو الحل، ووقف على المسرح ليقول دعنا نشجعهم على الرحيل، وحضر هذا المؤتمر 12 وزير من حكومة نتنياهو و15 عضو كنيست إسرائيلي بهذا الخصوص. دكتور محمود، لو توغلنا أكثر في الداخل الصهيوني، طبعا كما تعرفون أنه من المنتظر أن يصوت الكنيست على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، هل تعتقد أن نتنياهو سينجو هذه المرة وبالتالي لا يمكن أن يتخلى عنه الإسرائيليون سواء شعب أم أحزاب؟ أخي، بس دعنا أولا نتفق أن مستقبل نتنياهو السياسي انتهى تماما، يعني لم يعد له أمل أصلا بأي أمل سياسي ولا بأي انتخابات قادمة. نتنياهو في اليوم الأول الذي ستقف فيه هذه المعركة سيكون مصيره إلى السجن وباقي حكومته إلى مزبلة التاريخ. بالمناسبة اليوم
رئيس فريق المحاماة الذي مسؤول عن الدفاع عن نتنياهو استعفى، طلب الإعفاء من هذه المهمة، لأنه يعلم أن قضية نتنياهو خاسرة وأن إدانته بالفساد يعني حاصلة. فبالتالي هو الآن من مصلحته أن يطيل هذه المعركة التي سكينها يقطع في لحمنا ويقتل أبنائنا لأجل أن يبقى خارج السجن. والمعارضة الإسرائيلية الآن لبيد وغير لبيد يحرصون على الذهاب إلى انتخابات أو إلى إيقاف هذه المعركة والسعي نحو عقد صفقات إعادة الأسرى، ولو تم تبييض السجون والتعهد بإعادة إعمار غزة أو غيرها عن طريق الأموال العربية المكدسة لديهم، وهم المهم أن ينهوا مستقبل نتنياهو الذي يعتبر نفسه الآن بن غوريون الثاني، علما أنه مدان بالفساد، ومجرد ما تنتهي هذه المعركة سيكون مصيره إلى السجن بإذن الله. أستاذ فراس، في سؤال جدلي، إذا ما سقطت حكومة نتنياهو كيف يمكن أن نرى المشهد سواء في الداخل الصهيوني أو حتى في الميدان العسكري؟ يعني دعني أختلف بعض الشيء في حتى مفهوم السؤال. يعني مفهوم إذا سقطت حكومة نتنياهو، حكومة نتنياهو لا تسقط بالطريقة التي يعتقد البعض فيها إلا إذا تمرد الليكود. يعني حكومة نتنياهو مكون من 64 عضو كنيست إضافة إلى جانتس وسعر 14 عضو، فأصبحوا 78 في حكومة الطوارئ. فحتى لو انسحب جانتس وأيزنكوت وسعر من ائتلاف نتنياهو الحالي حكومة الطوارئ فهي لن تسقط، لأن نتنياهو لديه 64 مقعد. لن يسقط نتنياهو مطلقا إلا إذا ما حدث تمرد في داخل الليكود. هذا التمرد يؤدي إلى أن يصوتوا الذهاب لانتخابات مبكرة بهذا الخصوص. وهناك مفاوضات جرت ما بين بعض أعضاء الليكود والمعارضة في داخل إسرائيل تحت عنوان أن تقود الليكود من جديد الحكومة لمدة سنة مقابل إبعاد نتنياهو، وبعد سنة الذهاب للانتخابات. أصر الليكود على سنتين للذهاب للانتخابات، وحقيقة أن هذه الحكومة يعني مدة زمنية لها سنتين ونصف، فبالتالي يعني غير مجدي الذهاب تحت عنوان إسقاط نتنياهو لمدة سنتين فقط ومن ثم العودة من جديد إلى الانتخابات وإبقاء الليكود في رئاسة الحكومة. كيف يسقط نتنياهو؟ هذا يريد أولا موقف أمريكي واضح بهذا الخصوص، ثانيا انسحاب جانتس وأيزنكوت وسعر من الحكومة، ثالثا الضغط على أعضاء من الليكود من أجل التمرد على نتنياهو بهذا الخصوص، ثم الذهاب للتصويت في الكنيسة من أجل حجب الثقة عن نتنياهو وعن حكومته. أنا شخصيا أعتقد أن هذه الحكومة مستمرة، وهذه الحكومة ستبقى حتى نهاية ولايتها إلا إذا حدث حدث دراماتيكي بتوسيع المعركة في المنطقة تؤدي لاحقة إلى صفقات متعددة على مختلف الجبهات، وبالتالي يفرض على نتنياهو أن ينهي الحرب إن كان في الجنوب أو في الشمال أو على الإقليم ككل بشكل عام. ونحن نلاحظ أن تداعيات توسيع المعركة أصبحت قاب قوسين أو أدنى، إن كان في اليمن أو إن كان في العراق وسوريا أو إن كان في الجبهة الشمالية. حتى هناك أحاديث رسمية في الداخل الإسرائيلي أن معركة الشمال أصبحت قريبة جدا، وأن هناك توجه إسرائيلي بهذا الاتجاه. لذلك دعنا نقول أن مسألة إسقاط نتنياهو مسألة مؤجلة بعض الشيء. المسألة الأساسية الآن كيفية وقف العدوان على قطاع غزة، ولا يمكن أن يوقف العدوان على قطاع غزة دون أن يكون هناك ضغط أمريكي حقيقي على الجانب الإسرائيلي. هذا الضغط يؤدي إلى تهديد بإيقاف المساعدات، تهديد بإيقاف تقديم الذخائر والأسعى، وهذا غير وارد بالمطلق. وبالتالي وقف العدوان لا يكون إلا عبر أن تتوسع هذه المعركة وأن يفرض لحظتها، نتيجة لطبيعة موازين القوة وطبيعة المعركة، أن تذهب إسرائيل باتجاه صفقات. وهذا ما يريده أصلا نتنياهو، لأنه في هذه اللحظة أيضا يعفي نفسه أمام سموتريتش وبن غفير
في مسألة أنه أوقف الحرب ليقول أن هذا ضغط دولي وأننا استطعنا أن نصل إلى مقاربات أمنية في الشمال والجنوب وفي داخل الضفة الغربية. ما أشير إليه في النهاية أن الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر أصبح عنوانها صفر تهديدات، لا صفر تهديد في غزة، صفر تهديد في الضفة، صفر تهديد في الجنوب اللبناني. هذا هنا هذا عليه إجماع بين اليمين واليسار والقيادة السياسية ككل وقيادة الجيش بهذا الخصوص. لذلك حتى إسقاط نتنياهو ليس في مصلحة الكثير من قيادات الجيش، لأن هي أيضا ستحاكم نتيجة الخلل الذي حدث في 7 أكتوبر. إذا قيادة الجيش ونتنياهو وبعض القيادات السياسية والعسكرية يريدون تحقيق بعض القضايا الأمنية التي تتعلق بإسرائيل إن كان في الجنوب أو في الشمال لتخفيف حدة الهجوم عليهم بعد انتهاء المعركة من جهة، ومن جهة ثانية لإعادة ثقة الجيش والشعب ولإعادة الردع الإسرائيلي الذي هشم وحطم ولا يزال مهشما ومحطما، ولإعادة تسييد إسرائيل على المنطقة. إسرائيل لن تعيش في هذه المنطقة بأمن واستقرار إلا وفق مفهومهم بالسيطرة الأمنية كاملة وبسيطرة النفوذ من النيل إلى الفرات، ولكنها حقيقة لن تعيش باستقرار وأمن إلا إذا ما ذهبت إلى سلام وإلى ما ذهبت إلى موافقات باتجاه أن يكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. بغير ذلك الصراع سوف يستمر وسوف يحتدم، وأنا شخصيا أعتقد أن هناك حسابات خاطئة عند إسرائيل باتجاه المقاومات المتعددة في المنطقة، وأن إذا ما غامرت إسرائيل ووسعت المعركة فهذا لن يكون لصالح دولة إسرائيل بالمطلق ولا للصالح الأمريكي على مستوى المنطقة، وأن غزة بدأت المعركة وغزة هي التي سوف تنهي المعركة وتنهيها للصالح الفلسطيني والصالح العربي بإذن الله. دكتور محمود، نبقى في نفس الموضوع قبل أن ننتقل إلى شق آخر من هذه التغطية. دكتور محمود، هناك من يعتقد أن خليفة نتنياهو إذا ما سقط سيكون أكثر عدوانية، أكثر إبادة للشعب الفلسطيني، هل تذهب مع هذا الاعتقاد دكتور؟ يعني أنا قبل الإجابة عن سؤالك، بس أنا حاب أختلف قليلا مع ضيفك الأستاذ فراس. أنا بعتقد أنه حكومة نتنياهو ساقطة ساقطة، وهي ائتلاف حكومي والحرديم أو المتدينين ليس لهم أمان، ونتنياهو سقط في عينهم بمجرد أن يذهب إلى إنهاء هذه المعركة. هذا يعني أنه دخل في خلاف شديد جدا مع ائتلافه الحكومي، ويعني سقوط الحكومة، وإلى غير رجعة لن نرى نتنياهو لا رئيسا للوزراء ولا وزيرا ولا حتى نائبا في الكنيسة بعد هذه الدورة. هذا أولا. ثانيا، عفوا، سؤالك مرة أخرى إيش كان؟ يعني سامحني. هناك من يعتقد أن خليفة نتنياهو سيكون أكثر عدوانية وإبادة للشعب الفلسطيني. الآن هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، أسقطت هيبة الجيش الإسرائيلي تماما من كل الفصائل الفلسطينية أو من كل من يقاتل الإسرائيليين. ولذلك أنا أزعم أننا سنرى شعبنا الفلسطيني بكل فصائله بكل مسلحيه سيكون أجرع على هذا المحتل بعد معركة طوفان الأقصى بمراحل، لأنه من قبل درسنا 75 سنة أن هذا الجيش هو الجيش الذي لا يقهر، وأنه أقوى جيش في المنطقة ورابع أقوى جيش في العالم. هذه كلها أصبحت من الماضي. شعبنا الفلسطيني الآن أجرع ما يكون على هذا العدو الصهيوني، بل أنا أتمنى أن أرى جرأة أهل غزة، أتمنى أن أراها في الضفة الغربية. لو السلطة الفلسطينية يعني تكف يدها قليلا عن المقاومة في الضفة الغربية، لنرى إبداعات المقاومين في الضفة الغربية ومقاومتهم لهذا المحتل. وأنا آمل أيضا أن نرى في 48 استهدافا لهذا المحتل بعد أن يعني خلينا أقول ذهبت هيبته تماما من قلوب الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب التي لو احتدم الصراع ودخلت إلى هذه المعركة. لا نائب نتنياهو ولا نتنياهو لو عاد سيكون لا له ولا لجيشه هيبة كما كانت قبل طوفان الأقصى، والله تعالى أعلم.
أستاذ فراس، بالنسبة لموقف الولايات المتحدة، هل تعتقد أن أمريكا تقف خلف الرغبة للتخلص من نتنياهو؟ بمعنى آخر، هل أصبح نتنياهو عبئاً على الولايات المتحدة والحلفاء في ظل صمود المقاومة؟ يعني أولاً نحن متفقين مع الدكتور محمود أن نتنياهو فقط له هذه الدورة السياسية، وعندما نتحدث عن هذه الدورة فهي تستمر لسنتين ونصف. نحن نتحدث عن إسقاط نتنياهو خلال أسابيع أو أشهر من أجل وقف العدوان في داخل قطاع غزة، لأن العدوان ارتبط بمصير نتنياهو الشخصي ومصير نتنياهو السياسي. نعم، هناك خلاف وتباين ما بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو بشكل شخصي بهذا الموضوع، وهناك قناعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن إطالة أمد الحرب واستمرارها في قطاع غزة هو فقط لخدمة نتنياهو شخصيا، لأن ذلك لا يصب في مصالحه لا الشخصية ولا السياسية، وأنه لا يستطيع أن يوقف الحرب في ظل ائتلاف من الحريديم ومن الصهيونية التوراتية. على كل شاس مثلا موقفه لا يزال ضد وقف الحرب بالمطلق، ويهودا تورا نفس الشيء، وطبعا سموتريتش وبن غفير يريدون الاستيطان في داخل قطاع غزة. هذا الائتلاف اللي يكون مع الحريديم مع الصهيونية هو الذي يغير وجه إسرائيل ويحول إسرائيل إلى دولة صهيونية دينية توراتية، وبالتالي هذا المفهوم يتصادم مع الغرب، مع الغرب الأوروبي ومع الأمريكي الذي يريد أن يبقي على وجه إسرائيل على أنها وجه الصهيونية الليبرالية الديمقراطية التي هي الواحة الوحيدة للديمقراطية في الشرق الأوسط. كل هذه الشعارات في حرب غزة، في الإبادة على غزة، انتهت على مستوى العالم. إسرائيل خسرت استراتيجيا على مستوى العالم ككل، وبالتالي سقطت أخلاقيا وسقطت ضمن كل المفاهيم القيمية الدولية والإنسانية والدينية، وبالتالي هذه لن تستطيع إسرائيل أن ترممها بالمطلق. الآن هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إسقاط نتنياهو؟ إذا ما شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأن وجود نتنياهو سيشكل خطرا على المصالح الأمريكية في المنطقة، أنا بالتأكيد سأجيبك نعم، فهي ستعمل يعني بكل الطرق لإزاحة نتنياهو عن الحكومة، وهي تعمل في وراء الكواليس في حديث مع الكثير من أعضاء الليكود بهذا الخصوص، وهي تضغط بهذا الاتجاه. ولكن عندما ترى غانتس وإيزنكوت قد انسحبوا من حكومة الطوارئ الحالية، فنعم نستطيع أن نقول جاءت الإشارات الأمريكية لبدء العد التنازلي للقضاء على نتنياهو سياسيا في داخل إسرائيل. ولكن حتى الآن نرى غانتس لا يزال متمسك بحكومة الطوارئ، ونرى أن هناك تفاهم ما بين الجميع حول مسألة أن ما تتعرض له إسرائيل هو خطر وجودي ومصيري، وأن إسرائيل أصبحت منطقة غير آمنة لسكانها، فكيف ستكون آمنة لليهود في المهجر؟ لأن إسرائيل تعيش على الهجرات اليهودية من الخارج إلى الداخل، لذلك يبحث الجميع عن المسألة الأمنية أكثر ما يبحثون عن المسألة السياسية. هناك 60% يطالبون بصفقة للأسرى دون وقف لإطلاق النار، وهناك 65% من الرأي العام الإسرائيلي مع استمرار المعركة، وهذا ثلثي الرأي العام في إسرائيل. لذلك نقول حتى الآن هناك إجماع أو غالبية عظمى في الداخل الإسرائيلي نحو استمرار المعارك، بل على العكس يطالبون بأن يكون هناك معركة مع حزب الله في جنوب لبنان بهذا الخصوص. من سيؤدي إلى وقف إطلاق النار هي صمود المقاومة، صمود الشعب الفلسطيني، إيقاع الخسائر البشرية والاقتصادية في هذا الكيان الغاصب المحتل، وبالتالي هو سيضطر في نهاية النهاية إلى الذهاب والمطالبة بوقف إطلاق النار. أما إذا توسعت المعركة في المنطقة أكثر وأكثر، وبالذات مع الجبهة الشمالية، فأعتقد أنهم يتحدثون عن معركة محدودة من 4 أيام إلى أسبوع كما يعتقد قيادات العسكرية والأمنية بهذا الخصوص، لإحداث نوعا من المفاهيم الجديدة التي تتعلق بالوجود للمقاومة في داخل جنوب لبنان. ولكن هذه إسرائيل
التي تفكر كأنها لوحدها في المنطقة، وأنها تريد أن تفرض ما تريد أو ما تشاء، ولكن إذا ما فتحت المعركة فليست هي المسؤولة، فهي لن تستطيع أن تنهيها كما تريد. لو ننتقل دكتور محمود إلى شق الصفقات، هناك اجتماع ضم رؤساء المخابرات من عدة دول عقد في باريس يوم أمس، وذلك من أجل ترتيب صفقة لتبادل الأسرى. إلى أي مدى يمكن أن نعول على هذا الاجتماع في حلحلة الأزمة؟ والله يا أخي الكريم عذرا سامحني، أنا هذه الاجتماعات التي تعقد في فنادق باريس ولا في غير باريس، هذه لا قيمة لها إن لم يكن الكلمة الأولى والأخيرة للمقاومة التي تحتجز هؤلاء الأسرى. والمقاومة أبدت أن لها ثلاث شروط لن تتنازل عن أي منها في مقابل إخراج هؤلاء الأسرى. يعني ما الذي يمنع أنه إسرائيل تستمر بالمعركة بعد أن تقوم بإخراج من تسميهم بالمحتجزين أو المختطفين، وعمليا هم أسرى، وفي سجونها الآن يوجد أكثر من 10,000 أسير فلسطيني ومعتقل فلسطيني، بعضهم تجاوز 40 سنة في السجن. يعني نائل البرغوثي تغيرت بوابة السجن الحديدية مرتين وهو ما زال في الأسر. فأخي واضح أن مثل هذه الاجتماعات ليجتمعوا كما يشاءون ويقرروا ما يشاءون، لكن الكلمة الفصل أو الرأي الأخير هي رأي المقاومة التي تقبل أو ترفض، ومن قبل رفضت كل المقترحات الإسرائيلية بالإفراج عن هؤلاء في مقابل هدى إنسانية أو إدخال المساعدات التي قبلت المقاومة فيها في مقابل الأسرى المدنيين أو كبار السن. أما العسكريين فهؤلاء قصة مختلفة، لن يتم الإفراج عنهم كما قالت المقاومة إلا بتبييض السجون الإسرائيلية من كل الأسرى الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الحصار وإنهاء هذه المعركة في المرتبة الأولى قبل الخوض أصلا في مرحلة المفاوضات لإخراج الأسرى. أستاذ فراس، سأتوقف معكم عند مخرجات اجتماع باريس التي تم تسريبها، ولكن أستميحكم عذرا، سأذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تغطياتنا المستمرة، وأجدد الترحيب بضيوفنا الأستاذ فراس ياغي مع الأستاذ الدكتور محمود الشجراوي، ومن جنين انضمت إلينا الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. وقفت عند نقطة مخرجات اجتماع باريس التي تم تسريبها رغم التكتم عنها. السؤال لكم أستاذ فراس، تشير
إلى هدنة لمدة شهرين يتخللها إطلاق سراح المحتجزين، ثم هدنة لمدة شهر يطلق سراح العسكريين من جنود الاحتلال مقابل إطلاق سراح أعداد من المعتقلين الفلسطينيين، وبالتالي يصير الأمر إلى إدخال المساعدات الإنسانية. إلى أي مدى ترى أن هذه البنود مقبولة على المستوى العام؟ يعني أولا الاجتماع اللي تم في باريس هو دمج ما بين المبادرة القطرية والمبادرة المصرية بهذا الخصوص. هناك تقدم في المفاوضات حول مسألة الأسرى وحول مسألة المرونة في مسألة وقف إطلاق النار بشكل شامل ومسألة الانسحاب الشامل من قطاع غزة، بما معنى أن هناك حديث عن مفهوم إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في داخل القطاع في البداية، ولا يكون هناك حديث عن وقف دائم في مسألة إطلاق النار إلا في المرحلة الأخيرة من هذه المسألة. لكن الفجوات لا زالت كبيرة وبعيدة بين الطرفين، فالمقاومة لا تزال تصر على مسألة أن يكون نهاية هذه المبادرة هو وقف شامل للعدوان على قطاع غزة وبضمانات دولية وإقليمية تنهي الحرب وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل حتى من المنطقة العازلة التي يتحدثون عنها، في حين إسرائيل لا تزال تصر على أن تكون هذه هدن إنسانية وأنها مستعدة للحديث عن إعادة تموضع الجيش وأنها مستعدة للذهاب تحت مفاهيم المرحلة الثالثة وهي مرحلة استهداف جسم المقاومة في داخل قطاع غزة وليس الحاضنة الشعبية كما هو مستمر. ولكن حتى في موضوع المرحلة الثالثة نرى ماذا يحدث في شمال وشرق قطاع غزة الذي يتحدثون أنها الآن دخلت ضمن المرحلة الثالثة. الغارات الجوية والاقتحامات تستهدف المدنيين، واليوم رأينا كاستهداف مدرسة في الرمال للنازحين واستشهاد 13 مدني في داخل هذه المدرسة. إذا إسرائيل تكذب حتى الآن، ولا يوجد قرار في الداخل الإسرائيلي بإنهاء المعركة وإنهاء العدوان على قطاع غزة. ومن هذا المنطلق اليوم هناك اجتماع للكابينت الإسرائيلي ومجلس الحرب لوضعه في صورة الاجتماعات التي تمت في باريس، ولكن نستطيع أن نقول أن هناك بداية وهناك حديث وهناك نوع من الإيجابيات، ولكن علينا أن لا نراهن على موقف حكومة نتنياهو، حكومة الائتلاف اليميني المتطرف التي عنوانها هو استمرار الحرب والسيطرة واحتلال كل قطاع غزة. فغانس يتحدث عن رفح والهجوم على رفح، وسموتريتش يتحدث عن حكومة عسكرية تدير الوضع المدني في داخل قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن العودة للاستيطان وعن الترحيل. لذلك علينا ألا نراهن على ذلك، نراهن على الشعب الفلسطيني ونراهن على المقاومة وصمود المقاومة باتجاه إيقاع أكبر الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي وفي خسائر أيضا اقتصادية، وبالتالي عزله في المجتمع الدولي أكثر وأكثر، والضغط على حاضنته في الداخل الإسرائيلي من أجل أن يتغير المشهد. ونرى مظاهرات عارمة في داخل إسرائيل تطالب بإسقاط نتنياهو. انضمت إلينا الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي من جنين. أستاذة إيمان مرحبا بكم. قوات الاحتلال أعدمت طفلا في بيت لحم، هل تم التثبت من مزاعم الاحتلال بحسب الرواية بأن الطفل كان ينفذ عملية طعن؟ أستاذة إيمان، بداية الرحمة للشهداء. اليوم تم إعدام أو منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة 5 شهداء، منهم شهيد عبيدة حامد، عبيدة من سلواد قضاء رام الله شرق رام الله. عبيدة كان يحتجز جثمانه الاحتلال على الحاجز دون السماح للإسعاف بإنقاذه، طبعا الأدعاء أنه كان يريد تنفيذ عملية طعن، لكن الطفل كان بالقرب من الحاجز ليس بيده أي شيء. أيضا هنالك شهيد معتز طبيش من دورة جنوب الخليل، وأيضا راني ياسر خلف الشاعر من بيت لحم من خربة الدير، مهند الفسفوس أيضا
استشهد متأثرا بجراحه في الخليل، كذلك ثائر نعيم حمو من اليامون شرق عفوا غرب جنين، كلهم تم تشييع جثامينهم. ابن سلواد عبيدة حامد حتى اللحظة استشهد قبل اليوم لم يتم تشييع جثمان. نتحدث عن 378 شهيدا منذ 7 أكتوبر. قوات الاحتلال باختصار تنتقم ما حدث لها في 7 أكتوبر بقدر الإهانة التي تعرضت لها، بقدر ما أنها تنتقم من الضفة وغزة. طبعا لنتحدث جزئيا عما حدث أمس في جنين بشكل سريع أستاذة إيمان. تم اقتحام عدد من المنازل، اعتقلوا شابا من الحالات الإنسانية، اعتقلوا شابا والده سيخرج من السجن بعد يومين، ولكن تم اعتقاله نكاية بوالده، والشاب سيتم مشروع تخرج بعد أيام في جنين. دكتور محمود، نبقى في موضوع الصفقة بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك. حكومة نتنياهو تتهم دولة قطر بأنها تنحاز إلى المقاومة وهي وسيط في هذه الصفقة، هل هي محاولة من نتنياهو لإفشال هذه الصفقة دكتور محمود؟ والله يا أخي يعني أنا أستغرب أن يجرؤ نتنياهو أصلا على وصف قطر بأنها منحازة، والأصل أن تكون الدول العربية جميعا منحازة إلى المقاومة، وهذا الأمر الذي ينبغي أن سؤال نحن نوجهه إلى نتنياهو وإلى من هو خلف القيادة الإسرائيلية. أين القيادات العربية من هذا التفاوض؟ أين القيادات العربية من المرحلة التي تعيشها قطاع غزة؟ أين الزعامات العربية والدول العربية من معاهدات الدفاع المشترك ومن جامعة الدول العربية التي ما عدنا نسمع لها شيئا ولا نسمع لها مكانا؟ ولعل نتنياهو يوقظ الاتحاد العربي والجامعة الدول العربية ليكون لهم موقف حقيقي مما يحدث في قطاع غزة. 22 دولة عربية ترقب ما يحدث في قطاع غزة، حتى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأهلنا في 48 يراقبون كما تراقب العواصم العربية، كأن الحدث لا يعنيهم، علما أن قطاع غزة لا يبعد عن بعض المدن الفلسطينية المحتلة سوى ربع ساعة في السيارة فقط. أستاذ فراس، بدقيقتين، هل تعتقد أن الحراك الدبلوماسي سينهي الأزمة وبالتالي يصل الأمر إلى وقف شامل لإطلاق النار؟ لا أعتقد ذلك، في ظل حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من داخل قطاع غزة. مشكلة نتنياهو وحكومته يعتقد أن الدول العربية تعمل لديه، وبالتالي هو يتحدث بطريقة غريبة بعض الشيء، ولم يفهم لغاية الآن أن المعضلة العربية هي مرتبطة بأمريكا وليست بإسرائيل، والدول العربية لا تخرج من الفلك الأمريكي، وبالتالي هنا المشكلة الحقيقية والأساسية. لذلك يشعر المواطن العربي أن هذه الدول العربية لا تقدم ولا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولكن في حقيقة الأمر هي المشكلة لدى أمريكا، وأمريكا هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث، وأمريكا لو تريد أن تضغط على إسرائيل تستطيع أن تضغط وتوقف إطلاق النار ويؤدي ذلك إلى تبادل الأرض. في ختام هذه التغطية نتقدم بالشكر الجزيل، كان معنا عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، وأيضا كان معنا عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وكانت معنا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.